قول نعمل ده، بس زي ما بيقول نوت ناو، يعني هل ده هو اللي المفروض يتعمل دلوقتي وتكلفته شكلها ايه؟ وهنا بقى فكره الفرص البديله، طب لو انا استثمرت ده في حاجه تانية ممكن تبقى عوائده ايه؟ دي اسئله مشروعه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك بقى اولا احنا عدد السكان بيزيد مما لا شك فيه، ومحتاجين توسعات عمرانيه مما لا شك فيه. اخشى ما نخشاه ان اختيار هذا الموقع الملاصق للقاهرة أو لازق في القاهرة، هي كلها 10 سنين هيبقى لازق في القاهرة، كتلة عمرانية ضخمة جدا مش مسبوقة على مستوى العالم، إن إحنا عندنا كتلة عمرانية متلاحمة مع بعضيها، فده ما نخشاه، بس ما علينا. اللي هو موقع العاصمة، موقع العاصمة هيبقى لازق في القاهرة، وخلاص ما هو بينها وبينها كام كيلو يعني، و10 مدار هتنضم عليها. ثانيا لو توسعات عمرية وسكن ومجتمعات متجانسة فيها خدماتها وفرص عملها وكده ما فيش مشكلة، بس موضوع نقل الوزارات ونقل الأجهزة الدولة كلها ليها أنا أخشى أن في محاذير كتيرة في هذا الموضوع. من وجهة نظري أنا كمخطط عمراني بشتغل في السوق بقالي سنين، أولا أن إحنا النهاردة للقاهرة بيبقى فيها من نترو أنفاق وقطيرة ومواصلات كتيرة جدا، كل جميل الشعب المصري لما بتخلص معاملاتها بتيجي للقاهرة عشان خلص معاملاتها، مع وجود هذه الكثافة والتنوع في أنواع الوصلات، مواصلات القاهره الجديده النهارده محرومه من اي نوع من المواصلات وهيبقى يتقلها مواصلات، فهل مطلوب من الدوله ان بعد ما الناس كلها تيجي من كل جمهوريه مصر العربيه للقاهره تروح العاصمه الاداريه الجديده؟ تصوري الشخصي ده هنا ده هيبقى خطا كبير جدا. ليه؟ عشان انا بنقل الازمه من حته لحته. الصح ايه هو حضرتك؟ ان احنا نفعل الحكومه الالكترونيه ودي تكلفتها بسيطه جدا جدا. لا مركزيه، قصدي حضرتك ان الناس تقضي مصالحها في محافظاتها. بالظبط، لا مركزيه في الاداره بالظبط. الوزارات خليها زي ما هي حضرتك، ما فيش مشكله خالص، احنا مش هنروح لها. المواطنين على مستوى الارياف والمراكز والقرى والمدن مش هيروحوا لها، هيروحوا لمكاتب عندهم، شباك لوزاره الصحه. انت عايز تطوير اداري يعني في وسهل وبسيط، والمصريين ما شاء الله عرفوا يعملوا في الدول العربيه، فازاي مش عارفين يعملوا في بلدنا؟ من هنا الاستثمارات المليارات اتحطت في الوزارات الجديده ومجلس الشعب والبرلمان والكلام ده كله مش هيكون محتاجينه. احنا طب هو بيضربوا مثل بالصين ان هي عملت عاصمه اداريه كبيره واستثماراتها بقت بتساوي اقتصاد يعني مثلا زي سنغافوره كله. الصين دخلت في الموضوع مؤخرا، ما كانتش موجوده في الاول، بعد ما العرب مشي والمصريين ابتدوا يخططوا اخذت شير المباني الوزاريه هي تتولاها على اساس ان هي سريعه في الاداء. بس ارجع هنا برضو دي فيها برضو حته كده تانية، احنا كعمرانيين ومعماريين نحب نشتغل مع الاجنبي عشان احنا امن على بلدنا، احنا عارفين بلدنا محتاجه ايه، ايه الطابع المعماري اللي يمشي معانا اكتر، وعال لو هم الصينيين دول متميزين في حاجه نتعلم منهم، بس ما نسيبش الموضوع كله للاجانب، الاجنبي يعمل اللي عاوزه عشان هو جايب تمويل من عنده. على الاقل احنا نكون متواجدين نتعلم عشان احنا هنستمر، احنا مش عمرنا هنجيب اجانب يخلصوا لنا شغلنا. دي نقطه. فنقل الوزارات ده اول حاجه، ان احنا مش ميالين، انا شخصيا مش ميال ان ننقل الوزارات نخليها مكانها ونفعل الحكومه الالكترونيه، فده اول حاجه. ثانيا المخططات والدراسات اللي قامت بها الدوله وقامت بها مشكوره وزاره الاسكان وما اكثرها، احنا بنطالب بس انها تبقى موجوده بتفاصيلها على المواقع الالكترونيه حتى الشعب نفسه، اتاحه المعلومه والشفافيه خاصه، ده مش سر قومي. انا في سؤال عايزه يعني اجابه عليه مش قادره اوصل لاجابه، سمعت من السيد المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان أن تكلفة العاصمة الإدارية لن تتحملها موازنة الدولة المصرية، طب أنا عايز أعرف مين هيتحملها، هل القطاع الخاص؟ يعني أنا عندي سؤال، يعني من سيتحمل التكلفة؟ طيب هو الأسئلة دي كلها حضرتك بسهولة جدا وبأمانة جدا سيادة الوزير لو بيعرض الكلام ده، لما بيصرح خبر احنا بنستقيه من الصحافة والإعلام، يا ريت نستقي الكلام ده من مواقع الإلكترونية للوزارة، والوزارة تحط الدراسات اللي على أساسها بتفاصيلها قالت هذا القرار. ليه؟ احنا كمتخصصين نبقى داعمين للوزارة ومؤيدين لمجهوداتها، دي نقطة. ثانيا نراقب ونتابع، لو حد عنده فكره ورايح هيبقى فكره بناء ومش هدام، بناء ليه؟ عشان قرا ودرس وشاف والتفاصيل قصاده. في مواطنين كتير يا دكتور اسامه لا عارفين يبقوا مع المشروع ولا ضد المشروع، بالزبط. لان ما عندهمش معلومه يعني ما فيش.